أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: ما هو العمل في المصاحف الممزقة والتي سقط منها بعض الأوراق حيث يوجد ذلك في كثير من المساجد في المحطات وغيرها، وهل أنا إذا أسلفتها يلزمني إحضار البديل عنها؟ المصاحف إذا لم تصلح للاستعمال فالعلماء ذكروا أنها تدفن في مكان طاهر أو تحرق، إما أن تدفن في مكان طاهر أو تحرق، وكلا الأمرين فعله الصحابة رضي الله عنهم، منهم من حرقها ومنهم من دفنها. لما كتب المصحف العثماني جاءوا ببقية المصاحف دفنوها وبعضهم حرقها لأجل أن لا تبقى وتمتهن. والآن المساجد والمصاحف لها جهة معينة، لها جهة معينة هي اللي تولى جمع المصاحف التي في المساجد، مصاحف المندرسة التي في المساجد، وزارة الأوقاف شؤون المساجد هي اللي تولى هذا الشيء، وتستبدل المصاحف المندرسة بمصاحف غيرها صالحة للاستعمال. عليك أن تتبلغ الجهة التي في البلد، إدارة شؤون المساجد التي في البلد، تنبههم على أن هناك مصاحف مندرسة في المسجد الفلاني، وهم يقومون بالواجب إن شاء الله.